السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. Welcome back to our course. How are you, Abdul Rahman? I am fine. الحمد لله. الحمد لله. Hussain, are you okay? Yes, I am fine. Okay. Saud, do you hear me? Yeah, Saud. Hello. Yeah, hello. Then. Saud, انت معنا في الربع الرابع مش كده؟ صحيح. لكن ما كنتش معانا من بدايه الربع، من الاول، من اول ما الشباب كانوا موجودين من الربع الثاني وكده، صح كده؟ لا صحيح، ما كنت موجود. ملتحق عليهم صح كده؟ كيف ملتحق؟ يعني داخل على الربع يعني. اي داخل الربع الرابع معاكم انا. ممتاز ممتاز. ايش يا زلمه؟ محمد ابو داود. يس. السلام يا وحش. الله يسلمك. انا امبارح كتبت الاعتذار عن الحلقه بعد ما كلمتك، لكن بدل ما اكتبه في الربع الرابع او مجموعه الربع الرابع كتبته في مجموعه المستوى الرابع، وده عمل لبس طبعا عند الجميع، فاعتذر من هذا الخطا يعني. انا اللي اعتذر اني غثيتك يا استاذي. أبدا أبدا. طبعا اليوم ونظرا لبعض المشاكل التقنية يعني، فالكتاب مش هيكون معنا كسوفت وير دلوقتي، ولكن هنعتمد على تواجد الكتاب كهارد وير مع حضراتكم. I think, you know, we finished chapter 11 or unit 11 workbook. ولا لسه في يا عبد الرحمن؟ هل في جزء لم يتم حله يا عبد الرحمن؟ يبدو ان عبد الرحمن ساب المايك ومشي. كل حالنا يا استاذ. كل حالنا. ممتاز. يبقى الان هنروح على الكتاب. الكتاب مو عندي حاليا. انا معتمد انه بيكون فداء، لان انا هو موجود بالفعل، ولكن في مشكله التقنيه اللي عملت عليكم الدخول في تفاصيلها، ما خلى الكتاب مش ظاهر قدامكم الان. ف احنا هنكون موعدنا اليوم مع chapter 12 and وقبل ما نبدا chapter 12 ان شاء الله على المجموعه النهارده. طبعا انا امس رفعت لكم كل الفيديوهات الخاصه بالشرح او الشروحات السابقه، كلها منتظمه وموجوده. هيكون بعد كده ابتداء من اليوم الرفع منتظم، ده رقم واحد. رقم اتنين، حسين مشكورا هيكلمنا على الخاص بالليل عشان يرفع السلسله الموازيه للسلسله بتاعتنا متعودين عليها من الاول، اللي هي سلسله انجلش فور يو. رقم ثلاثة، ده آخر حاجة قبل البداية، هو سأل علي عبد الرحمن كاظم مشكورا المرة اللي عدت واللي قبلها، هو الجزء الخاص بورق الكلمات. سأقوم بتصويره إن شاء الله وأنزله لكم على المجموعة بحيث تكون جاهز بالنسبة. أنا ذكي من الدار. نعم تفضل يا أحمد. دندن بتقول يا أحمد. السلام عليكم أستاذ. والسلام ورحمة الله وبركاته. هلا طارق. كيف حالك استاذ محمد؟ طيب؟ الله رب العالمين. تمام. والله اشتقت لك. الله العظيم. ماشي يا طارق. استاذ محمد. هلا. هلا ركان. عندي شغله بس بروح اخلصها لاهلي، فما اظن اني احضر المحاضره. ما فيش مشكله، هتتابعنا على اليوتيوب وتشوف المجموعه عليها كل الحلقات ان شاء الله. تمام تمام، يعطيك العافيه. تفضل يا ركان. حياكم. طيب. Unit 12
if you have your book, page 78, the title of the yana is What's the Matter? Or What's the Matter? What does it mean that? حضرت النساء ولا باقي؟ What's the matter? طارق احضر في هدوء والتحضير بيكون في نهاية الحلقة. اه يلا معك استاذ انا. What's the matter? What's the happening? Same what's the happening. Same what's happening. Okay. You can say like what's happening? Oh, who has another one? What's the matter? Qais. What are you doing, sir? Mumkin? What are you doing? It's like, how are you doing? Sorry, it was in the mute. In the mute. Problem. The mute. I said, what's the problem, yeah, mister? Yeah, nice, mashallah. What's the problem? What else? This is الموضوع مطول. What's going on? MashaAllah. This is Majid. Saud. Saud, MashaAllah. Saud. What's going on? And huh? What's up? What's up? عشان كده the application اللي موجود على جوال حضراتكم جميعا وجوالي وجوال الناس كلها البعض بينطقه هكذا واتساب البعض بينطقه واتساب both are correct لأن هو application فبالتالي the full name is WhatsApp application WhatsApp app فعايز تقول WhatsApp it's okay WhatsApp اختصار الapplication it's okay up to you البعض ايه زي ما بيقولوا بالمصري بيتريق على الاخرين بيقول لك ده بيقول لك واتساب وهي واتساب يعني اتس اوكي هو الراجل هو بياخد الاختصار بتاعها اتس اوكي سو واتس ذا ماتر واتس هابينج هاو ار يو دوينج واتس ذا بروبلم واتس جوينج اون هاو از ات جوينج طبعا مع اختلاف درجة قربها من الكلمة الأصلية بمعنى الكلمة الأصلية عندي الجملة الأصلية هي What's the matter فأقربهم على الإطلاق زي ما قال قيس What's the problem What happened What's happening What's going on What's up نقرب شوية نقول How is it going What's going on Stuff like that جميل أوي What's the matter? The unit or the chapter, تحبوا تسموه, أيا كان, has two main points. The first point is about body, and the second point is about health problems. يبقى عندي body parts and health problems. Body parts, like what? طبعا هم موجودين مختصرين جدا في الكتاب head eye ear nose mouth tooth for singular and teeth for plural chin back shoulder chest stomach okay thumb hand finger throat neck wrist arm elbow leg neck knee sorry not neck ankle foot for singular, feet for plural, toe, toes, stuff like that. ده المختصر عندكم تقريبا في الكتاب. وإلا أنا هرسل لكم ورقة فيها التفاصيل أكتر وأكتر. يبقى we call those what? Body parts. Or زي مكتوب في الكتاب parts of the body. Okay? لكن
على الشق الآخر هلاقي health problems. And health problem means the problem with the body part or the problem with the part of the body. For example, the head is a body part or a part of the body. The health problem with the head is called headache. Headache. Yes. Assalamu alaikum. Alaikum assalam to Yusuf. Welcome back. حياك استاذ. بدون رمز دخلني تصدق؟ بدون كلمة سر؟ بدون كلمة سر. لأن أنت دخلت الرابط الكبير مزبوط؟ دخلت بدل ما أحط الرقم حق المحاضرة حلت الرابط في سهم يعطيك الأرقام القديمة بالضبط كده. في طريقتين في الدخول، أنك بتدخل الاي دي بعد منه الباسورد، الطريقة اللي أنت دخلت بها يوسف وهي الرابط، بس ساعات الرابط بيعلق، حظك انت الرابط فتح يعني، فهمتني ازاي؟ اوكي معليش على التاخير استاذ اسفين. ابدا ابدا ولا يهمك. شكرا. عفوا. يبقى انا عندي body part and health problem. body part head، health problem headache. body part back، health problem back pain. Yeah, backache. Backache or back pain, because we say that back pain. Back pain. The health That's problem all. Means a pain in the body part. Stop. Ya Tariq. Stop. Muhammad. تفضل يا طارق. أنا الحين قاعد السوق عارف بس ربع ساعة وبوصل البيت وأكله وأدخل. Okay. ما فيش مشكلة يا طارق. انا حاليا عامل الصوت ميوت من عندك، انت ما تتكلمش اسمعني بس. اوكي ربع ساعه وادخل محاضره على طول بس عشان الكاميرات. مفيش مشكله، مفيش مشكله. عارف. اوكي شكرا طارق. اوكي سو وقفنا عند the body part back and health problem back ache. So sometimes that that's the body part and that's the health problem. خلينا بس نصور الخط شوية عشان نقدر نستوعب سطر واحد. فلو قلنا زي ما تكلمنا مع الداود head so health problem is زي ما قلنا headache with a c-h-e back it's gonna be like huh backache a-c-h-e. So sometimes I add the suffix A-C-H-E like this back, backache, head, headache. And sometimes it's the suffix is the very in the beginning of the word, like when I say eyes, sorry, this is the black one. In this case, the health problem is not Isaac, no, or Isaac, no. It's gonna be like sore eyes. Mm-hmm. Like this. Other one like the word breast, for example, or throat, whatever. Throat. This is the most popular one, sore throat. Huh?
So in a case like this, it's gonna be sore throat. It's the same for rest, by the way. طب السؤال المنطقي هو أنا أحفظهم إزاياً؟ أعرف منين بقى إن هي it has A-C-H-E with ache or it has like sore in the beginning of the word. How I know? ده هيكون من خلال ورقة الكلمات اللي هتكون مع حضرتكم إن شاء الله رب العالمين. الموضوع لا سبيل له إلا الحفظ. لكن what's the meaning of headache or sore eyes or stuff like that means a health problem with this part of the body. أو as Al-Dawood said, a pain. There is some pain in this part of the body. ده الشق الثاني اللي بتكلم عنه chapter. مادامنا عندنا health problem, يبقى I have to get medicine. I have to get medicine. وده هيكون موجود عندنا في صفحة 80 تقريبا, page 80, exercise number 5. فيبقى عندنا الجدول هيبقى أكبر شوية, هيتحول من body part health problem لأننا هنزود خانة ثالثة وهي body part health problem and some medication. وتكون الجدول يصغر عندنا الخط شوية عشان نقدر نستوعب أكتر. وليكن بالشكل ده. طبعا اللي بعمله دلوقتي هو بس ملخص سريع نظرا لعدم وجود الكتاب معنا كسوفت وير, الأداء بيكون أسرع. Medication or medicine. فنقول for example if I have headache or a headache I get what? أشهر شيء كنا بنستخدمه بانادول. بانكيلر ما هو بانادول بقى أو أدول. حضرتك دخلنا في الأسماء التجارية, أنا بتكلم على بانكيلر أسبرين. Use yeah aspirin. Yes, aspirin. Aspirin. Okay. Not aspirin. It's just aspirin. Okay. 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 If you have backache or a backache, problem with your back, I use what? Thank you. Aspirin again. ما كده احنا هنموت حضرتك. ولا muscle. Yeah, muscle cream. Muscle. Cream. If I have a problem with my eyes, like sore eyes, what I use for medications? Eyes drop rather. Eye drops. Okay. If I have sore throat, I can use what? Like cold pills. Stuff like that. طبعا زي ما قلت لكم الحاجات دي كلها ناخدها بتفصيل اكتر في محاضرة الغد او يوم الاربعاء بقى عشان يبقى الكلام بتاعنا منضبط من حيث التوقيت. اللي انا عايز افرد لي هذه الحلقة او هذه الجلسة او هذه الغرفة بقى زي ما تحبوا تسموها هو انه صح لا سلامك إنه الوقاية خير من العلاج. مظبوط؟ صحيح. هنروح على page 83 اللي موجود مع الكتاب بيكلمني عن 10 simple ways to improve your health. ملخص إنه the 10 simple ways بهذا الشكل ولا سواء اللي أراها أو اللي موجودة قدامه أو ما إلى ذلك. هو باختصار المقولة الشهيرة اللي احنا بنقولها دايما ابدا واللي هي شعار حتى المرحله اللي احنا فيها وهي الوقايه خير من العلاج. مهم جدا ان احنا نقرا الصفحه الاخيره دي اللي هي بيج 83 ونفهم ازاي how to do this. والاهم هو انه الحياه هي اسلوب على المستوى العقلي الذهني
خلينا أقولي كمان الصحي وما إلى ذلك. هنخرج شوية برا الدرس كمصطلحات إنجليش وما إلى ذلك وشرح. نتكلم على how to have a healthy day. How to have a healthy day. ولما بقول healthy day لازم أفهم يا يوسف كويس قوي إنه the day has two big parts or two main parts. فما جاء اسمها كده. كنا نكبر الخط مرة أخرى. و in the middle كده ونقول that's the day. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. سوري على التأخر. ولا يهمك. وعليكم السلام. الكلام ده يمكن قلناه قبل كده لكن هنقول النهارده تاني بشكل اكثر توسع. The day has two main parts اللي هما night and day. والسؤال which one is first, night or day? A day of course. Day. No. Day. Night come first or night comes first? Why? How come? Supposed to be the day. The beginning. Sunrise. The beginning. No. The word day. Yeah, the word day, again, has two main parts: night and day. Night and day. These are the two main parts. We can explain it in chapter 6. لتذكر بقى اللي كان حاضر. Or unit 6. Let me clear something. Sunrise beginning, right? خلينا نعدي so عليه بس حتة صغيرة. Let me clarify, not clear, okay? Let me clarify. تفضل عبد الرحمن. Okay. Let me clarify what? The sunrise become first, right? Sunrise is a part of a day. It's not one of the two big parts of the day. Sunrise refers but, to what you call it. Yeah, sunrise refers to the second part of the day, the beginning of the second part of the day, which is day. Alaykum salam wa rahmatullah. So we have day, the day, and day. The word day has two meanings: the whole day, 24 hours. Like this. And the word day means a part of the day, which means اللي احنا بنقولها مجازا وده مش صح morning. Okay. Okay. But it's not called morning, it's called day. So we have night and day. If this is the sunset, المغرب time, المغرب prayer, the sunset. خنقول إنه in the winter it's 5 o'clock, in the summer it's 7 o'clock. Between. مش كده برضو؟ That's the beginning of the day. والدليل؟ والدليل بسيط جدا ويحصل إن شاء الله بعد 17 يوم من النهاردة أو خلينا نقول 16 على الأحرى إنه if this is the 29th of Shaban, the last day of Shaban. It's a booth, huh? Okay. And that's the Maghrib time. We have to check about the Hilal for Ramadan. Good. If I see the Hilal, ودي لها قصة نشرحها بعدين, means this night is the first night of Ramadan. So I have to go to Al-Masjid, inshallah, ربنا رجعنا سالمين, and make, do Salah and do Taraweeh. صح؟ بالظبط. سو so, ايه ده عشان الموضوع ده خاص ان احنا مسلمين يعني وكده والكفار ما يعرفوش. لا عارفين, عارفين كويس جدا انه once this the المغرب prayer, so it means that's the beginning of the day, that's the new day. واليوم يبدا بالليل ولا يبدا بالنهار. So المغرب this is the first night of Ramadan, العشاء the first night of Ramadan, الفجر the first day of Ramadan, الظهر still the first day of Ramadan. Alas, still the first day of Ramadan. Again, Al-Maghrib, it's... Huh? Second day. Yeah, the second day. Yes, the second day, which starts with the second night. Yeah, the second day, what, 24 hours, which starts with the second night. You get the idea? الموضوع مش خاص بينا فقط كمسلمين. الموضوع خاص بالكون, the universe. Okay?
دي 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 نقطة مهمة جدا ولازم نستوعبها قوي 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 ونطبقها في حياتنا. طيب the night starts with the sunset, okay, and the day starts with the sunrise. So night equals sunset, and day means sunrise, as Abdurrahman said. So once it's night, I have to do all my best to what? To save my body, to sleep early. And sleep early means 9 up to 11 o'clock. طبعاً الساعة البيولوجية بايزة عندنا اليومين دول بسبب الظرف الراهن. لكن نحاول بقدر الإمكان وأنا معاكم. كلام لي قبل ما يكون ليكم نحنا. You have to sleep early. You have to do this. 9 to 11 o'clock. لأنه الهرمون الخاص بالنوم اللي هو السيرتونين لا يفرز إلا بالليل. فلما حضرتك تيجي نعمل الإضاءة ونقلب الساعة البيولوجية ونشغل كل إضاءات المنزل ونفتح الجوال ونفتح التلفزيون بلا بلا بلا, الهرمون ده ما عندوش أي فرصة للإفراز. فبعد ما تزول هذه الغمة على خير إن شاء الله نطلع منها سالمين جميعا, نيجي نحاول ننام مش عارفين, فقد نلجأ إلى بعض المنومات ودي بقى مشكلة. فهو الهرمون بيفرز طبيعي after 9 o'clock or stuff like that. طيب تلك الفترة from المغرب prayer to the time for sleeping whatever يعني from 5 to 9 or from 7 to 11 whatever يعني, you have to get what? You have to get no food. Don't eat after 6 o'clock. Again, don't have any meal after 6 o'clock unless you are fast. واضح؟ النقطة اللي بعدها. So I have no food after 6 o'clock. I sleep early, 11 or at 9, whatever. I get up early at the dawn or sunrise. We have, I'm sorry, the dawn. You know this word? Dawn? Who knows? Huh? حد يعرف؟ شباب انتوا معايا؟ ايوه معاك. صح الدون معاك يا صاحبي. الفجر and pronounce like this dawn not down, okay؟ ركز بقى الفرق بين الاثنين. dawn الفجر. You have to do the prayer. عايز تنام بعدها it's okay up to you. مش عاوز up to you. انا معاكم بس شوي مشغول كده no problem. بسوق السياره. Once it's al-fajr prayer whatever انها 3 o'clock in the summer, 5 o'clock in the winter, you have to get breakfast. You have to have. مستر انا بصحى الصبح وما ليش نفس ما بفطرش اصلا وادي 65 سنه مش بفطر حاجات غريبه كده. It's a big problem. To be fat, لو انت حابب تتحول يعني زي مثلا يوسف مثلا انا حاجه احمد مطر stuff like that, عايزين تتحولوا لصيغه to be fat, يبقى don't have breakfast. ايه ده؟ طب انا مش هاكل, طب هبقى فات ازاي يعني؟ because your body biology hour needs to have food in that part of the day. فانت لما تيجي تقول له استعب رجال انا مش عاوز ما عنديش نفس باخد كافي بتاعي باخد التي بحاجات الكلام اللي بيقول الغريب ده means your body have to store more fat, هبدأ يخزن اكتر من الدهون حتى تتجي للسمنة انت مش اخد بالك. After you get breakfast you have to have or before you have to get some exercise, okay. Then okay. The next point, you have to get lunch. It's supposed to be 1 o'clock, 12 o'clock, stuff like that. Maybe 3 o'clock.
don't eat more than two meals in the day. When I say two, don't eat more than two meals in the day means two big meals or two main meals. Breakfast and lunch. Then stop. To make your body in a healthy case, you have to have only two meals in the day. Breakfast in the morning and lunch before 6 o'clock. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. كان السلف يقول من أكل طعمة فذلك أكل الصديقين ومن أكل طعمتين فذلك أكل المؤمنين عامة الناس يعني. ومن أكل ثلاثا حد يعرف؟ لا. فمروا أهله يصنعوا له معلفا. أنت مستوعب خطورة الكلمة؟ إيه بس ده اللي هو احنا يعني كلام موصول بيه احمد مرمي عليه بيرجل بيرمي عليه كلام يعني بنصر. مش قال قال لك من اكل طعمة فذلك اكل الصديقين اعلى درجة هم الافضل بعد الانبياء طبعا ومن اكل اثنتين فذلك اكل المؤمنين عامة الناس ومن اكل ثلاثة فذلك او فمر اهله ان يصنعوا له معلفا اظن مفهوم المعنى مفهوم To have any big meal, okay, to have any big meal after 6 o'clock means you are going to be fat. عشان نتفق مع بعض. طب how I know that I am fat or not? هناخد معادلة كده ظريفة قوي وبسيطة وكلنا نقدر نعملها. هناخد Please, Mr. This is something so sensitive for me, يا شيخ. I know. And even for me. يعني أخذ بالك. The weight in kilogram. خلاص. Okay. وهنيجي زي ما بيقولوا في لغة الرياضيات أيوة ونيجي كده في المقام تحت وناخد height مش هعرف أكتبها صراحة لأنه ما عنديش الأوبشن ده power 2 أو خلينا نكتبها كده height in meter يعني الوزن على مربع الطول الوزن على مربع الطول يجب أن يكون ناتج هذه العملية رقم من 20 إلى 25 واللي يوصل 30 طيب 35 تحت 20 حضرتك بقى ناحية النحافة وهذا ليس بالجيد فوق 25 وأنا معاكم في الحتة دي استثني طبعا يوسف وطارق وأحمد طيب حضرتك رايح أنت ما شاء الله في اتجاه ال 20 و 25 أنت في النص دي يعني في الحتة الوسط يعني أنا رجعنا من أهل الوسط ماشي طب عرفها إزاي أفتكر إنه الهايت الطول ما بيتغيرش ثابت فنضرب الطول بالمتر تربيع نضربه في نفسه مرتين نثبت الرقم ده مرة نضربه في 20 ومرة نضربه في 25 مرة نضربه في 20 ومرة نضربه في 25 يبقى ده وزني من إلى طيب حد فيكم يديني الطول حد عارف طوله كويس قوي متأكد منه متر 77 اها انا الساب انا 100 و هناخد مثال وليكن محمد ال داود و100 انا 173 مش كده يا محمد ال داود ايوه ماشي وهنضرب تربيع
او نضربه في نفسه. بس في خطا يا استاذ، في خطا يا استاذ. تفضل. خطا الحسبه هي البوينت. ما هي بنقول الحساب بالمتر وليس بالسنتيمتر. لو خدت بالك من قوسين كاتب ام متر. الرقم ده انا هحفظه في الذاكره، مره هضربه في 20، ده الحد الادنى الوزني اللي لو نزلت تحت منه يبقى فيه عندي مشاكل صحيه اسمها النحافه، واخد نفس الرقم واضربه في 25، وده الحد الاقصى او الاعلى اللي انا يجب الا يزيد عنه، واللي بعد منه انا داخل في مشاكل صحيه. ده للكلام للجميع ليس ل داود فقط. استاذ انا وزني 65 وطولي والله ما ادري، الظاهر في السبعينات كذا. انا اللي يهمني الطول مش الوزن. خلاص يهمني الطول، بضرب مربع الطول، الطول تربيع، بضرب الطول في نفسه مرتين، واخر اخد الرقم الناتج عندي ده، مره اضربه في 20 ومره اضربه في 25، ده هيكون عندي الوزن اللي انا يجب ان يكون من الى لا اقل عنه، وادخل في مشاكل صحيه هي نحافه، ودي خطيره جدا لا تقل خطوره عن السمنه. والاخر الاكبر من 25 لا يجب ان ازيد عنه عشان ما ادخلش في مشاكل السمنه. تحس ان حضرتك احنا بنتنافس داخلين صحيا في تنافس في المركز الاول ما بين القاهره والرياض، ايهما صاحبه المركز الاول على مستوى العالم في السمنه، وايهما صاحبه المركز الاول على مستوى العالم في السكري. احنا مش بنتسابق على اختراع علمي للفيروس حضرتك، ها؟ احنا بنتسابق على مصيبه. طيب استاذ الحويه، فنخلي بالنا شويه، خلي بالنا. Okay. So two big meals in the morning, in the early morning, and the other one not before, not after, sorry, 6 p.m. دي أول حاجة. الحاجة الثانية, what is the content I'm sorry of my meal. وده برضو أخدناه في الربع السابق، اتكلمنا عنه شيء من التفصيل. افتكر كان في يونت 9 وكان بيج 58، اتكلمنا عن فود، اتكلم بالضبط كده فود بيراميد، اتكلمنا عنه انه the root of the food pyramid should contain a lot of vegetables and a lot of fruit, some grains, some meat and other protein, some dairy, and very little fat, oil, and sugar. ده كان ملخص اللي قلناه في الربع اللي عدى. It's okay. هنكتفي اليوم على هذا المقدار البسيط نظرا لعدم وجود نسخة السوفت وير من الكتاب. ما عندناش أريحية قوي. ونوعدكم إن شاء الله إن يوم الأربعاء هتكون المحاضرة أطول شوية. ماشي يا سيد طارق، احنا خلاص خلصنا أساسا، خد بالك. وعلى وعد بإذن الله رب العالمين إن يوم الأربعاء هيكون جاهز معنا نسخة السوفت وير ومعنا الورق الكلمات وكل شيء يخص المحاضرة. Any questions؟ أوكي. Thanks يا أستاذ. هذا الدرس بينزل على اليوتيوب إن شاء الله. We hope that. Okay. ترسل لنا الرابط أستاذ حق القناة. تم الإرسال على المجموعة. تمام. شكراً. How would you take the attendance here, Mr. Like this. اللي أنا بعمله دلوقتي. بص أنا بعمل إيه على الشاشة. بس خلاص هي كده ظهرت عندي في الفيديو. فأنا لما أروح لآخر كام ثانية في الفيديو هشوف هذا الاستعراض هيبقى عاد بقدر أخذ الحضور. أوكي. Because okay. Any other questions? Thank you. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. You're welcome. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. السلام. السلام عليكم. الله.